خلينا نبلش من هذا الكلام انا وياك. بيقول الوزير عبد اللهيان انه امن لبنان من امن المنطقه، هل برايك اليوم ربط هذا الموضوع او رسم خط او حط خط احمر اليوم على اي مس او تصعيد بظل التهديد الاسرائيلي اليوم بتصعيد الجبهه بالجنوب؟ لك رامز، حلو كثير نبلش بالمشهد السياسي الكبير او المشهد الواسع. صحيح، لانه اليوم من اذا بتراقب التطورات من 3-4 ايام بلش يرتسم مشهد جديد للشرق الاوسط. اذا بدنا نرجع لزياره الوزير عبد، انا برايي خلصت اليوم الصبح الزياره، خلصت الزياره يلي حكيوا امبارح بالمطار والموقف اللي اطلقوا السيد واللقاء مع الامين العام. ما بعرف هلا شو حكي هو الرئيس مئاتي او شو بده يحكي هو صديقه عبد الله ابو حبيب. عبد اللهيان من غايب عن الساحه اللبنانيه باي لحظه، يلي بيعرف حجم اتصالاته مع اللبنانيين والمسؤولين اللبنانيين ووزير الخارجيه بشكل خاص بيقول منه غايب عن الساحه اللبنانيه، بس الايراني بحب يحضر من فتره لفتره بمحطات معينه، بيقرر يعتمد بيروت منصه دبلوماسيه مهمه، منصه سياسيه مهمه ليطلق مجموعه مواقف، ودائما بتخلص الزياره وقت بيشوف امين عام حزب الله. المشهد الكبير بالمنطقه مثل ما قريته انت او مثل ما سالت، هذا الحراك الدبلوماسي غير الطبيعي بالمنطقة قبل ما نحكي على الساحة اللبنانية. صحيح. بس خلينا نمرق شغلة انه كل شيء عم بيصير على الساحة اللبنانية منه قليل، بس اللي عم بيجوا لعنا مثل ما كتبتها من كم يوم عم بيجيبوا لنا زيت الكلام، زيت الرسائل بلغات متعددة، بالألماني بالفرنسي بالبريطاني بالطلياني بالإسباني، عد كل اللغات اللي مرقت على بيروت رسالة زيتها. ألا وهي التحذير مما قد يجي. بس أنا اللي بفاجئني وقت بخبرونا السعي لعدم توسيع الحرب. ليش نحن مش بحرب؟ شو إيه إنه إذا ما انضربت بيروت أو انضربت المنشآت يلي مش شغالة يوم شو بده يضرب الإسرائيل؟ بيضرب الكهرباء؟ بيضرب الماي؟ ما يدق بالأبار الارتوازية مطرح ما بيعبوا السيترنات؟ البلد كله فاضي، إداريا فاضي، سياسيا فاضي، حكوميا فاضي، مجلس النواب بيشتغل على القطعة، شو بده يضرب الإسرائيلي اليوم؟ بشو عم بيهددنا؟ بس الملاحظ لأول مرة مثلا بيجي خد آخر زيارة لهوكستين، بتقول حضرتك بما قالك أخير أنه لهذه الأسباب لم يكن ضروريا أن يزور هوكستين. صحيح، اعتبرنا عملنا إنجاز وقت وقف هوكستين امبارح على باب عين التين وقال مثل ما في نازحين بشمال إسرائيل في نازحين بلبنان لازم يرجعوا على بيوتهم. اعتبرنا انه هوكستين خلص صار منطقي، صار عدل، عم يحكي عن النازحين اللبنانيين. شو بده يجي يعمل هوكستين؟ هوكستين عنده الصوره الرسميه الواضحه، عنده الصوره المتعلقه بموقف حزب الله واللي عم بترجمه الحكومه اللبنانيه اليوم وزير الخارجيه بشكل من هالاشكال. اليوم ما فيك تلوم رئيس الحكومه إلا من الاول وعبر شاشتكم من هون، انا شو اللي عليه بعد شوي لازم اقول انا شو اللي عليه قبل اللي عم بيصير. متكل على الرئيس بري او الرئيس نبيه بري هو اللي بيجيب جو حزب الله على على مستوى معين. وقت اللي بيسالوا الرئيس مئاتي اذا ما شايف الرئيس بري قبل بيومين ما بيعرف يجاوب، او اذا حدا ساله على التليفون بيقول له روح عند الرئيس بري قبل ما تمرق لعنده. لذلك عم بقول اليوم حاله انعدام الوزن بلبنان الرسمي طبيعي. وانا بدي اقول شغله رامز هون، وقت اللي براقب ردات الفعل على موقف وزير الخارجيه او على موقف الرئيس بري او الرئيس مئاتي، بدي اذكرهم بمرحله 82. 82 كان في مفصل مهم بعد الحرب الاسرائيليه وتقرر اخراج منظمه التحرير الفلسطينيه من بيروت. وقت كان يجي فيليب حبيب عند مين كنا ننطر؟ نحن كنا صحفيين عم نركض بين قصر بعبدا وقصر منصور وما كان في بعد عين التين، عم نحكي قصر منصور او ننزل على الصنايع على رئاسه الحكومه. كنا ننطب فيليب حبيب وقت بيطلع عند بشير جميل على بكفايه، هونيك رسمت القرارات ورسمت الخطط. وكان الرئيس الله يرحمه الرئيس الياس السركيسي بارك وقف. اليوم زيت اللعبه، يعني برايك تشبه هذه المرحله البعض تشبه كثير المرحله، لانه نحن رايحين على تحول شبيه بخروج منظمه التحرير الفلسطينيه من لبنان اذا اكتملت هذه العمليه اللي عم بيعملوها. وهلأ رح نقارب الموقف الأمريكي جديد، ما في شك في اختراق أمريكي جديد للوضع بالمنطقة، بتشبه خروج منظمة التحرير ببيروت وقت توصل لمرحلة بتعلن عن تفاهم كامل مع إسرائيل حول إظهار الحدود وتسوية الجنوب، خروج السلاح غير الشرعي
عن اي دور يمكن ان يقوم به. بس اليوم البعض انه بيقول انه لا خلينا نعمل المقارنه بين خروج سلاح الفلسطيني وخروج السلاح غير الشرعي عن اذا وصلنا بكره لا مش مطروح. بس قبل خليني بس لا انا عم بقول عده تسويه الكامل انا يعني ما عم بقول هلا وما عم بقول شغلي على النار. خلينا نقراها.